بعض أهل العلم الشيخ يردون بعض أهل العلم يردون بعض الأمور العقدية مثل المهدي وغيره، وذلك عن طريق رد خبر الآحاد، فما حكم هؤلاء يا شيخ؟ حكم هؤلاء أنهم معذورون ما دام ردهم عن اجتهاد وتأويل، ولكن ردهم لأحاديث المهدي ليس كردهم لنزول عيسى بن مريم، لأن نزول عيسى بن مريم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الصحيحة، أما أحاديث المهدي فإن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، ولكن الراجح من أقوال العلم أنه سوف يأتي إذا دعت ضرورة الأرض إلى مجيئه بأن تملأ ظلما وجورا، ولكنه ليس هذا المهدي الذي من عقيدة أهل السنة والجماعة، مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإن مهدي الرافضة الذي ينتظرونه ليس إلا خيالا في أذهانهم ولا حقيقة له، فهم يعتقدون أن المهدي هذا في السرداب الذي في العراق وينتظرون خروجه كل يوم، وهذا لا أصل له ولا حقيقة له، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العقلية. هنا رد بعضهم بأحاديث في الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل، قد يكون مخالفتها للعقل لاختلاف عقله هو لا لحقيقة الواقع، وإلا فنحن نعلم أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يخالف العقل، بل لا بد من أحد أمرين: إما عدم صحة النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فساد العقل. أما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبدا. ما نستطيع أن نحكم حكما عاما حتى نشوف نرى الأحاديث التي زعم أنها مخالفة للعقل. حديث موسى وملك الموت وضربه إياه، كذلك حديث عائشة إن الميت لا يعذب ومتأهل عليه، وغيرها من الأحاديث. هؤلاء نقول إذا كنتم تعتقدون أن الرسول قالها ولكن تكذبون الرسول وتقولون قوله مخالف للعقل فلا نقبله، هذا كفر. أما إذا كنتم لا تعتقدون الرسول قالها وتقولون هذا وهم من الرواة مثلا أو خطأ منهم، فهذا تكفيرهم محل نظر. ففرق بين بين من يرد الرسول قول الرسول لأن قوله مخالف للعقل، وبين من يرد قول الرسول لأنه لم يثبت عنده. ولهذا لا نكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنكر على القارئ القراءة التي سمعها القارئ من الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر لم يسمح، لأن عمر أنكر آية من القرآن لكنه أنكرها اجتهادا منه، ظنا أن هذا الرجل لم يتثبت، حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره فأقر قراءة الرجل. ففرق بين من يرد ما قال الرسول لمخالفة العقل، وبين من يرد ما روي عن الرسول لظنه أنه لا يصح.